السلام عليكم، أنا باسل عساف وأهلا فيكم في قناة باثولوجي داينامكس. اليوم رح نحكي عن نوع من أنواع السرطانات اسمه نيفروبلاستوما. الاسم الثاني له ويلمز تيومر أو امبريونال نيفروما. من اسم هذا السرطان بنعرف إنه سرطان يصيب الكلى، عشان هيك اسمه نيفرو، وأصله جنيني عشان هيك وجود كلمة بلاستو، وأوما تدل إنه سرطان، فهو سرطان أصله جنيني يصيب الكلى. هذا السرطان بيصيب كتير من الحيوانات مثل الكلاب والدجاج والخنازير والأرانب، والإنسان كمان بنصاب بهذا النوع من أنواع السرطانات. بالعادة ما بيكون له أعراض سريرية إلا تضخم في منطقة البطن، لكن تحت الإكس راي ممكن نشوف وجود تضخم في منطقة الكلى. لما نعمل تشريح للحيوان، في عندنا حالة كلب هون وحالة أرنب هون، بنلاحظ وجود ورم كبير ضغط على باقي الكلية. هذا الورم دائري فيرم قاسي يعني مقارنة بملمس الكلية، وبتشوف باقي الكلية شكلها مش صحي، فمثلا في هاي الحالة congested، وهاي الحالة هون لأرنب اللون الفاتح هون بسبب الفيكسيشن في الفورمالين. قبل ما نشوف السرطان تحت الميكروسكوب خلينا نراجع مع بعض شكل الكلية طبيعي. الكلية بوصلها الدم عن طريق شريان اسمه الرينال آرتري. هذا الشريان بتشعب حتى يكون شبكة من الشعيرات الدموية بشكل هاي الشجرة بسموها جلوميريولوس، ولما يمر الدم في هاي الجلوميريولوس بفلتر الفائض من السوائل والأملاح فيه في المساحة البيضة هاي اسمها بومنز سبيس، ومنها بنتقل عن طريق شبكة من الأنابيب عشان يكون الشكل النهائي للبول. لما نتفرج تحت الميكروسكوب على هذا السرطان رح نشوف ورم كبير واضح المعالم والديماركيتد، يغطي أكثر من 50% من شريحة الكلية اللي احنا عم نتفرج عليها. وهذا السرطان اذا شايفين لونه ازرق كتير، وهذا يدل على وجود كمية كبيرة من الخلايا. على تكبير عالي بنشوف انه السرطان محاط بكبسول من الكونكتيف تيشو، وبسبب تضخمه المتزايد بنلاقيه بيضغط وبيدفع على الجزء المتبقي من الكلية. على تكبير اعلى شوي بنلاحظ انه السرطان متكون من خليط غير متجانس من ثلاث اشكال من الخلايا: خلايا ميزينكيمال، وخلايا ابيثيليال، وخلايا بلاستيمال. الجزء الابيثيليال بيساوي جلاندز وتيوبيولز، الخلايا فيه بشكل عام مربعية إلى متطاولة كوبويدال تو كولومنار، والنواة دائرية بشكل عام وبتحتوي على كروماتين كورسلي ستيبلد يعني نقط خشنة. بالمقابل جزء الميزينكيمال بيتكون من خلايا انسيابية متطاولة، وما بنشوف الحدود بين كل خلية وتانية. أشكال النواة متطاول أو انسيابي وبتحتوي على كروماتين من نقاط صغيرة يعني فاينلي ستيبلد. آخر مكون للسرطان بلاستيمال سيلز، ما في كمية من السيتوبلازم، أغلب الخلية هي عبارة عن النيوكليوس بيحتوي على كروماتين كوندنسد. أحيانا منشوف تيوبيول، وداخل التيوبيول تشعبات وتفرعات بتذكرنا بشكل الشجرة اللي شفناها الجلوميريولوس بشكل مضغوط كتير، وهي بسموها primitive glomeruli. وجود ثلاث أنواع من الخلايا بشكل غير متجانس بالإضافة للprimitive glomeruli هو من الدياجنوستيك فيتشرز لهذا النوع من أنواع السرطانات. نيفروبلاستوما هو عبارة عن سرطان ترو امبريونال تيومر، فهو سرطان منشأه من خلايا جنينية أصلها البريميتيف ميتانيفريك بلاستيما. مرتبط هذا السرطان بوجود طفرة في نوع من أنواع الجينات اسمه ويلمز تيومر جين، وهو عبارة عن التيومر سبريسر جين. هذا السرطان بيصيب كتير من الحيوانات، لكن هو أشهر السرطانات اللي منشأها من الكلية في الخنازير والدواجن. الكلاب بتحديد الجيرمان شيبرد ممكن هذا السرطان ينمو في الحبل الشوكي، وخصوصا بين منطقتين T12 لل-L2، وبالعادة بسبب نمو هذا السرطان في الحبل الشوكي ممكن يضغط على الحبل الشوكي ويؤدي إلى ظهور علامات سريرية متعلقة بالجهاز العصبي. من الصفات الإضافية كمان لهذا السرطان إنه بالعادة بيصيب كلية واحدة، لكن ممكن أحياناً يصيب الكليتين. جزء الميزينكيمال كومبوننت ممكن كمان يصير لها ديفرنشيشن لستريتيد ماسلز، أديبوز تيشو، بون أو كارتليج. بالإضافة خليط الإبيثيليال سيلز، ميزينكيمال سيلز وبلاستيمال سيلز بالعادة بيكون مختلف النسب، لكن لما يكونوا كلهم موجودين بنفس النسب بسموه السرطان في هاي الحالة تراي فيزيك أو ميكس. كل ما يكون في خلايا إبيثيليال أكتر بيكون السرطان أقل مشاكل، لكن لما يكون الميزينكيمال كومبوننت أكتر بيكون في احتمال تفشي هذا السرطان لأعضاء أخرى، وبالتالي يكون له عواقب أكبر. هذا السرطان بالرغم من أنه سهل تمييزه تحت الميكروسكوب إلا أنه ممكن كمان تساوي إيمينوهيستوكيمستري باستخدام أنتيبادي ضد روتين اسمه ويلمز تيومر سبريسر روتين WT1، وبيعطيك بوزيتيف نيوكليير إيميون رياكتيفيتي في خلايا الميزينكيمال والبلاستيما. إذا حبيتوا تتعلموا وصف هذا السرطان بالإنجليزي بالطريقة اللي بنتعلمها بأمريكا، اضغطوا على الرابط اللي رح يطلع عندكم هلأ على الشاشة. كمان إذا حبيتوا تقرأوا معلومات إضافية زوروا موقع Joint Pathology Center اللي موجود الوصل له في صندوق الوصف. وإذا عندكم أي تعليق أو سؤال أو اقتراح كيف ممكن نعمل هاي الفيديوهات بشكل أفضل، أرجو أنكم تتركوا لي كومنت. وإذا عجبكم الفيديو اكبسوا لايك واعملوا شير عشان الناس التانيين تستفيد منه، واشتركوا بالقناة عشان توصلكم أجدد الفيديوهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.